الواد وانا بكتفه ايديه اتحشرت في زوري. هو انت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك. هو انت؟ معلش معلش، بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. اه عملنا كوي بيست. شيرين ها عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب اتضايق بقى لحسن يعرفنا. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانيه واحده معلش. المدام ده وقته، ده ده وقته. الو يا شوش. اياد يا هاني، بقول لك ايه، خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف، ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش، على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض ما كل مره بيقولوا كده. ياض ما تقلقيش، المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني، ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي، بقول لك ايه، هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى، ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه، تليفون. عايزين نخلص بقى. الو، بقول لك ايه، خلي بالك نيلي وشريان هنا. اه ما انا عارف، ما هو هاني وسيف معايا. حاج بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه، كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى يا ابو الدهب بيه. الله، هو كل شويه تسيبه تسيبه، مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه، عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. اه بصوا بقى، ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال يا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى، ادي كشف ارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت، يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط، فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه، سلكوا العدد، وانا هقف لكم بره نادوبي. لو حد جه هخبط واجري. ايه المعيله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده، وتجري تجري تخبط على الباب التاني، وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. اه انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بوم على راس الناس بعيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم. أيوة. انت كنت بتعمل كده برضه، تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي، اروح ارن الجرس، صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك عالم مغمض؟ صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه، وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. اه اه واجيب بوسمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى، يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده يطلع نار جامده جدا، اقسم بالله بجد وحياة ربنا. ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده؟ فتح فعلا الباب. ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح باب بيتكو الحديد ابو جنزير يعني؟ ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه، ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. وانت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا، شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه الاجه. اه الواحد بقى ايه، يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما تدور نقلب الاوضه كده. اه صح. ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح، امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه.
عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش حاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. بتعمل ايه؟ ايزو يا رب يطلع على قد يا رب على قد. ايه ده تصدق حلو عليك؟ بكتاب الله خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ يبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. اه الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ اه انا بنسى اصلي معلش. شيل دول هنا ودول هنا. فكرني بيهم ماشي؟ ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ اه هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاته. ايوه هما التلاته عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيه فقره او حاجه. اوه يلبسوها او تعالى. او ده بتاع شيكو بس على فكره. ايوه العسل ده. ايوه. هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني. ايه؟ بص ده بقى يكبرك في الشتاء. قيسه كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه بس حاجات حلوه. انا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهارده وبشكره اكتر لانه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديده. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان أمضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكرة اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرنا على اسم مبدئي للبرنامج وهو انا وشادي اتربينا سوا لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبيه او واسطه عشان ابن صاحب القناه. انا بقول لكم لا خالص والله العظيم والله العظيم كمان مره لا واسطه ولا محسوبيه. استغفر الله العظيم يا رب على حفنات الكذب دي. كان في اسامي كبيره جدا مرشحة إنها تقدم معايا البرنامج زي أستاذ وائل الإبراشي، أستاذ معتز الدمرداش، أستاذ جابر القرموطي، أستاذ توفيق عكاشة. أظن بعد الأسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. خلاص أقفل إيدي. حاضر يا باشا حاضر قدامك هجيبها من الأوضة بسرعة بس وإيه؟ الحقيقة شريهان ده هيطلع الأوضة. طب تفتكر جوز الخيل اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ اكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي الهم مكبب على بابي. وبابي انا كمان. هنعمل ايه؟ مش عارفه. بس ده ما ينفعش يطلع لازم نثبته هنا. انا هتصرف تعالي. احمد فهمي ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 مينتس؟ معلش انا لازم اطلع الاوضه بسرعه عشان اجيب حاجه وهنزل على طول. لا لا ده هم 5 دقايق مش هناخد من وقتك كتير. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ إيه في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكوا دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. الفهمه ايه؟ الفهمويه. يعني رابطه محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتزال بيحبوك. شهاب وعلي طب امسك انت اخلع خلاص مش مشكله. انا جيت في وقت مش كويس. اتفضل اتفضل. امروني خير حضرتك. انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. اه طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعمل لي فكره تسول تسول. سعاده البي على فكره انا عايز اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غدا عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش الخمس دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غيضه. لا حول ولا قوه الا بالله. حس بقى ان الموضوع انساني انا هخليكي تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني بس على شرط واحد بس. تقولي ان انا جايبك هديه لابن صاحب القناه. انا مصدومه فيك.
انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه؟ بكره لما تخش الشغلانه هتعرف انها ماشيه كده. جهازها حلو على مقدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. لا اي حاجة. وانت هتفضل نايم كده سيبني ادور لوحدي؟ مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان احنا في الدور ال 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعة. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعة واماكن منخفضة واماكن سياحية، كل حاجة فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجة. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي يا نعيم بجد مش قادر. ده مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هظبطني ازاي؟ هنطلب اتنين مساج يمغنطوك. انت متخلف يعني، واحنا معانا فلوس للمساج؟ يا ابني ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك. النور هيعمي عينيك. مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا، انا ما عنديش فوبيا من الخضار. انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القتة يا هاني. مين يا ابني ما عندوش فوبيا من القتة؟ اطمن يا سيف، انت انسان كويس. معقول انا اجيب باشا؟ حضرتك هنا لسه موجود من امبارح ما روحتش؟ اصل انا في مرحله خطر قوي. والله يا فندم، والله بنتعلم التفاني من سعادتك، كان الله في عون سيادتك. بس ما تقلقش حضرتك، انا عارف انت مشغول بالقضيه دي قد ايه. انا وصلت لحاجه هتوصلنا للعصابه. قشطه 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 قشطه. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصوره دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد اذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150 الف جنيه. اوه، 150 الف جنيه. مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي، شوفوه جاب ال 150 الف جنيه دي منين، مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم، واضحه زي الشمس. يا فندم بص ورا احمد فهمي. بص ورا ازاي يا ابني؟ ده في الصوره نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنه الجايه مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا، والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابه مش بتوع الفوازير. ايوه ايوه واضحه، بس هو اصله في اول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصوره. يعني انت عايز مني ايه بقى؟ ايه علاقتك باحمد فهمي؟ عايز ايه يا فندم؟ احمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جايه. ما هو ده اللي انا بحاول اوصله لك من الاول وانت مش مركز معايا. مفيش اي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الامني. يا اخي اتفضل اتفضل. لا في مين الدور؟ ادينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص.
شيرين انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في الاسبوع. يا جماعه يا جماعه، احمد سامي اهو. ازيك؟ اخبارك ايه؟ سامي طيب ولا يهمك. اتفضل ولا يهمك. اهلا. ازيك؟ اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. بخير طبعا. سيب. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكره وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفله ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الاوضه بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوه عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكره هاني ده ورد مش بطاطا على ورقه الجنون دي. الله بالخير. اهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. اهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه، يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هقول رقم كام. رقم أيوة بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. أني إلا أني اسمها أني. أنا أنا الأمير محمود سليمان أمير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. ايوه لما تقول له ايه. بص دي ايوتش ايوتش ايوتش. معنى هديه من امنا الشيخه نعسانه. نبي نعطي هذه الورود النادره الوجود للفنان احمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الاميره نعسانه. كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكله، هيكسبها لنا واحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا؟ يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير هالحكي. ما يصير، تبوظوها. هذه ورود رقيقه تحتاج معامله. طيب هستاذنكم بس اسال المدير واجي ارد عليكم. اخويا تشيك مع المدير. تشيك هيا. ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي 100 100. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على ده. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخليج واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقه. نعم المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك موسى. كيف؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خوي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي يا أخي خد علاج. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسبب يا يا جماعة يا جماعة من فضلكم اتخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجواب؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟
يا سلام يا اخويا. انت حويط انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو، البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضو عشان خاطر العدد، فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه. طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ حاضر خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس، عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوه براوه اما براوه دور حبيبي طراوه اخر طراوه. قلت حبيبي ملانا عطشانة يا انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، انا سبونج بوب سفنجة ودانوني، انا سبونج بوب، انا سبونج بوب، انا سبونج بوب اصفر كموني، انا سبونج بوب. ايه الفراشة البيئة دي؟ ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي، انتي وهاني بتاعك ده